الكريتة ما تبلى ان شاء الله. ديري لي هيك تقبري ديري. ضابط قياسة؟ ايش ظابطة؟ جاي عليكي مثل الآلة. ايه شفتي شلون بعرف اشتري؟ يعني ما قستيها عند البياع؟ ايه مبلا قستا. بس أوضة القياس كانت صغيرة فما انتبهت إذا الكنزي لابتلي ولا لا. حلوة كتير. يلا أمي قومي اشلحيها والبسي بيجامتك وجيبي لي الكوسايات من المطبخ وتعالي لحتى نحفرهم أنا وياك. يلا ماما شو نحفر الكوسايات؟ أنا رايحة. ولوين رايحة من غير شر؟ هلا جاي لعندي رفيقتي رزان ومن نروح سوا على الكافيتيريا مشان ناكل بوظة. ماما حبيبتي إذا جاي على بالكم بوظة أنا هلا بوصلكم عليها. إيه مو مسألة توصيلنا، نحن جاي عبالنا نغير جو ونشم هوا. هلا كل يوم والتاني بدك تطلعي تشمي هوا. لسه مبارح كنتي عم تشمي هوا مع رفيقتك نادين، واللي قبله كنتي عم تشمي هوا مع رفيقتك ربا، واللي قبله كنتي عم تشمي هوا مع رفيقتك نسرين. ماما خلصنا. فهمي علي أرجوكي، بعد 4 أيام جاي رمضان ولا رح يصح لنا لا نفوت ولا نطلع، مشان هيك كتراني مشاويرنا بهالعشرة أيام. خلصنا، ما بقى في روحة. لأمتى بدك تضلي عم تطري من قرنة لقرنة؟ فعلا انه ما بتنعطي وش. ماما الله يخليكي، بس هالمشوار يعني مو حلو، والله مو حلوه بحقي، يعني بس رفيقتي رزان هلا شو بدي اقلها؟ والله ما بعرف شو بدك تقلي لها. بتقلي لها امي ما خلتني. والله بستحي الا هيك، شو انا بنت صغيره يعني. هلا اللي بيسمع كلمه اهله بيكون صغير. ماما الله يخليكي لا تكسفيني قدام رفيقتي، لانه رزان مو معوده تاخذ اذن من امها، بتفتح الباب وبتمشي وبتقول انه انا بالمكان الفلاني وراجعه الساعه الفلانيه. ايه اصلا انا مشان هيك ما بحبها لرزان. ايه خرب بيتها شو سئيلة. وبيني وبيني انا خايفة تتشربي من طباعها وتتأثري بممشاها. ليش شو بممشاها؟ الله وكيلك ما حدا بيحسن يحكي عليها كلمة. يعني بجوز البنت تكون قد حالها، بس معلش يعني لا تزعلي مني، انا بحسها مفروطة. يعني اذا كانت بتحب المزح بتكون مفروطة؟ ولك امي البنت ما بتحلى بعين الناس الا بركازتها وبتقلها، ومصيبة رفيقتك رزان انه فكرة حالها دمها خفيف. ايه بتضحك بصوت عالي وبتنكت بلا طعمة وبتتمسخر على الناس. ما شفتيها شو عملت بجمعة النسوان يلي عملتها عندي آخر مرة؟ ليش شو عملت؟ ما قلت لي؟ لا والله ما قلتي لي. يا ستي هاي رفيقتك رزان قعدت تحكي نكت على الحماصنة مع انه بتعرف انه ام عزيز حمصية. اول شي ضحكنا لها. ايه بس لما زودتها فكرت ام عزيز انه رزان مستقصدتها، من هز بدنها وصارت ترجف واخذتني على جنب وعاتبتني بهالشي. وامتى صار كل هالشي؟ وين كنت انا؟ كنتي عم تحكي على التليفون مع رفيقتك الطرطوعه هي ربا. هلا ربا طرطوعه؟ ايه طبعا طرطوعه. لكن شفتي لي وحده بتبخش ادانا 10 بخاويش من هون و10 بخاويش من هون لحتى تعلق لي فيهم خرز وسلاسل مثل الجمال. هلا شو بدنا فيها لربا؟ يعني هيك الله خلقها بتحب الموضه. ماما شيلينا من هالسيره، دوبن يوصلوا رفقاتي. بقى شو قلتي؟ مين هدول اللي بدهم يوصلوا؟ مو على اساس رزان اللي جاي لعندك؟ ايه وربا كمان رايحه معنا. وليش ما قلتي لي انه ربا رايحه معكم؟ بعرفك ما بتحبيها ولهالسبب ما حتفوت، رح تستنانا بتم البنايه. حلو والله، عم تخططي وتقطعي وتلحشي وبدون ما ادرى. صدقيني لو كنت بدي اكذب عليكي كنت كذبت، بس انا ما برتاح اذا خبيت عليك شيء. بقى شو رايك؟ شوفي ديما، لانه هالمره ما كذبتي علي رح اسمح لك تروحي، بس تاني مره لبقى تعدي هالفصول بنوم. أنو فصول؟ روحي روحي خلي ربا تطلع احسن ما تضل واقفه بتم البنايه مثل الحراميه. يسلم لي هالوش ما احلى. خرب ذوقك شو مكولكي، يعني لو ما سمحت لك تروحي كنتي قلتي لي يسلم لي هالوش؟ طبعا كنت قلت لك، قلت لك خلي لنا اياكي فوق راسنا. يمكن اجت رزان. هاي دمدوم. اهلا. تاخرت عليكي ما هيك؟ وين ربا؟ قعدتي بتلحقنا على الكافتيريا. طب فوتي فوتي لبينها ما زبط كسمي شوي. شو بكسمك؟ عين الله عليك، يلا خلصينا. طيب فوتي سلمي على امي لانه امي من غير شيء ما بتطيقني. ما هيك؟ لا مو قصة ما بتطيقك، بس فوتي سلمي عليها بترطبي الجو شوي. ليش متخانقين؟ لك لا يا اختي مو قصة متخانقين، يا الله شو بتلعي. فوتي. مرحبا خالي، انا فتت خصوصي لحتى اسلم عليكي. ها كتر خيرك، تفضلتي. شو خالي شايفتك مو رايقة اليوم؟ لا بالعكس رايقة، رايقة كتير بشوفتك. عفوا خالي، كأنه في شي مضايقك لا سمح الله؟ لا أبدا، كل شي تمام، ما في شي مضايقني، بس لا تتأخروا، بعدين خففوا لي هالمزح بالكافتريات. وحياتك يا ماما رح نكون أركز من الركازة، يلا بتريدي شي؟ سلامتك حبيبتي، الله معك. خالي نصيحة، فرتي لي هالوش، ما في شي بيستاهل.
خرب بيتك شو سقيله على دم خفيف. قال مرحبا، بتحبوا تشربوا شيء؟ أنا بدي نسكافيه بالحليب. نسكافيه بحليب على عيني. والأنسة؟ قهوة سادة. سادة، أوكي. وأنا شاي لو سمحت. شاي. كنت تاخدوا شي تاني؟ بدنا صحن بيتيفور تاني. أوكي. وبسرعة إذا بتريد. أوكي، أهلا وسهلا، شرفتوا. هاتي ديما لنشوف، احكي لنا نكتة. ولو يا رزان، أنتِ أم النكت. إيه على عيني، تكرمي. اسمعي يا ستي، هذا في واحد متجوز رجع لعند مرته ومعه بوليس التأمين على حياته. قال اسمعي يا مرة، أنا مأمن على حياتي بعشر ملايين ليرة، بس لموت بترتيه. قالت له شو الفايدة؟ إذا كل ما بتمرض تركض لعند الدكتور؟ إيه مو كتير حلوة، بايخة، مثل نكت ستي الله يرحمها. إيه طيب ربخانو، هاتي لنشوف حكينا شي نكتة. إيه تكرمي، هادي يا ستي كان في شوفير باص معه رحلة، قام نزل باستراحة بقلب حمص مشان يشتري يعني سندويش للركاب، قام شو قال للبياع بعد ما خلص لف الخمسين سندويشة؟ قال لف لك ياهم بالكيس ولا تاكلن هون. اهلا وسهلا، تفضلي. شكرا. نسكافيه ولقلك القهوة، تفضلي. يسلموا ايديك. اي شاي. ميرسي كثير. اهلا. بدكم شي ثاني انساتي او سيداتي؟ لا شكرا. اهلا وسهلا. ما شاء الله على الجرسون شو مؤدب. اهلين انساتي او سيداتي. يمكن كان مذيع بالتلفزيون. بتحبوا اشتغلكم فيه شوي حتى نتسلى؟ ليش شو بدك تعملي؟ هلا بتشوفي بعيني. بس اوعك تقلي علي العيار كتير. ايه لا ولا يهمك. يا حباب من فضلك لو سمحت. تفضلي انسة. اذا ما بيصير سئلي، ممكن تبدلنا هالفناجين لو سمحت؟ عفوا، وشو السبب؟ بصراحة نحن عسراويين، وهالفناجين كلهم ايديهم على اليمين، بقى اذا ممكن جبنا فناجين ايديهم على اليسار لحتى نستحكم نشرب. عفوا انسي. ها؟ بعد اذنك. عفوا. هيك منيح؟ هيك ها، هلا صرنا نستحكم نشرب اكثر. شكرا. عفوا انساتي. يخرب بيت قلبك، من وين خطرت هالفكرة على بالك؟ طبعا حبيبتي لحتى تعرفي انه هذا مخ مو صندوق بويا. شو شو هون هدول؟ شو بعرفني العم على هالسرعه؟ الله يعطيك العافيه ماما. الله يعافيكي ماما. خلصتي دراسه؟ ايه خلصت دراسه. الله وكيلك، المحاضره اللي اعطانا اياها دكتور صعبه وناشفه ومعقده وما بتنحفظ بسهوله، لو كنت عم كسر حجار احسن لي. الله لا يضيع لك تعب إلهي. ماما بتعرفي قديش صار لي محبوسة بالغرفة ما؟ شي ساعتين مو هيك؟ شو ساعتين؟ قال ساعتين. قال صار لي أربع ساعات عم بنطح بالكتب. ولك أمي ليش لحتى تعدي أعداد طويلة؟ عملي لك استراحة كل ساعة. الحق معك، هلأ رح أعمل استراحة طويلة. عادي كتير، أصبح أعمل استراحة من الدراسة وأمي ساعديني بشغل البيت. يلا هلأ هي اسمها استراحة؟ لكن شلون بدك تستريحي يا بعدي؟ قومي حبيبتي، قومي اعملي حمام. بخاف الهوا ينسف لي شعري ويقصفه. يو وشو طالعك بالهوا؟ بصراحة أنا وعدت رفيقتي هبة ورفيقتي ماجدة لحتى نروح ناكل جاتو بالكافيتيريا. ديما مو ملاحظة إنه كترانة طلعاتك من البيت؟ طيب إذا خلصت واجباتي شو علي إذا رحت لي مشوار؟ وإمتى بدك تروحي تقبريني؟ هلأ يعني مو هلأ هلأ، بعد شي ساعة. لك والله اللي اسمه الله، من وقت ما انغرستي بقوطك ورا الطاولة للدراسة قلت في من ورا هالدراسة طلعة. تقبريني شو ذكية يا ماما. تخيلك أنا. إيه لا هبة لا تفهميني غلط، يعني البنت لازم يكون دمها خفيف، بس أنا بحب النكتة العملية مو المحكية. كيف يعني؟ يعني هلأ أنتوا شو طلبتوا؟ شاي. شوفوني شو رح أعمل، بس ما تضحكوا. ليش شو بدك تعملي؟ بدي أمزح مزحة بس لازم توافقوني عليها. إيه شو هالمزحة بقى؟ هلأ بتشوفوها. يعني بدك تمزحيها معنا؟ شلون يعني معكم؟ لا تحيرينا، مع مين لك؟ بس اجا القرصان. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا. عفوا. شكرا.
تسلموا هالديات. يا اهلين وسهلين، شرفتوا. تريدوا شيء ثاني؟ لا شكرا. شرفتونا، اهلا وسهلا. ايه ما قلتي لنا شو هالمسحه بقى؟ ليش بصلتك محروقه؟ استني شوي يا متر. مري انسه، بدي منك تغير لك كل فناجين الشاي اللي على الطاوله. خير انسه؟ يعني فيهم شيء لا سمح الله؟ لا ما فيهم شيء، بشهوا، بس نحن عسراويين وما فينا نشرب من فناجين ايديهم على اليمين. عفوا، هلا يعني شلون صدفت انه حضرتكم عسراويات؟ يعني يمكن هذا السبب الرئيسي المشترك اللي خلانا نكون رفقات. عفوا، وكمان حضرتك عسراويه؟ ما سمعت بابنك عم تقول لك كلنا عسراويات. بقى بدلنا الفناجين اذا بتريد. ايه تكرم عيونكم على راسي. يعني عندكم فناجين ايد على اليسار؟ طبعا نحن اللي عندنا فناجين ايد على اليسار. يا ميت اهلا وسهلا. سعيد تعال. اهلا وسهلا، شرفتوا. عفوا، بعد اذنك. يلا تفضل. اهلا وسهلا، شرفتوا. خير، ليش رجعوا الفناجين؟ ولا يهمك سعيد، ما في شيء ولا يهمك. شفتوا لي وشه كيف صار لما سمع طلبنا؟ مسكين يا حرام، ما عرف عم نحكي عن جد ولا عم نمزح. اجا اجا. يا اهلا وسهلا صبايا، شرفتوا. هي الفناجين يلي مسكتهم على اليسار، تفضل. منيح والله، لبيتوا طلبنا بسرعة. يا شو، احنا بالخدمة. اهلا وسهلا. شرفي انسي. شو يا ترى بلتقى عندكم شوكات للعسراويين كمان؟ ايه طبعا، نحن اللي بلتقى عندنا شوكات للعسراويين. شرفتوا، اهلا وسهلا. تريدوا شيء ثاني؟ لا شكرا. ثواني بس. العبه بقلبه. شوك؟ شو علي؟ خلي المسحه تكمل. فظاعة على هالجرسون، شو مصطول. فعلا، كيف هيك صدقنا؟ العمى شو غبي. شو رح تفرق يعني اذا كمشنا الشوكه باليمين ولا باليسار؟ اهلا وسهلا صبايا، وهي شوك للعسراويين، تفضلوا. يسلموا ايديك، عذبناك. لا ولو، عذابكم راح. يا اهلا وسهلا. ويا ترى بيلتقى عندكم سكاكين للعسراويين؟ ايه طبعا، نحن اللي بيلتقى عندنا سكاكين للعسراويين فورا. اصبح روح جيب لنا قوام. ثواني بس. اهلا وسهلا، شرفتوا. لك معقوله؟ قديه شفت ناس اغبياء بس مثل هالجرسون، لا شفت ولا عيني رأت. يعني معقول هيك كافيتيريا راقيه بتشغل هيك بني ادم؟ العمى كيف بده يتجوز هاد؟ الله يعيني اللي بده تاخده. يا اهلا وسهلا، وهي السكاكين العسراويه، شرفتك. هيك ها، هلا الواحد بيستحكم ياكل. يا اهلا وسهلا. تريدوا شيء ثاني؟ لا لا شكرا. اهلا وسهلا، شرفتك. لك شلون بدي اقطع باليسار واكل باليمين؟ لك ايماني متعوده. هي لازم تدبري حالك مشان تكمل اللعبه. ولك عم تهرب مني الكرزه، كيف بدي اكلها؟ الله يعين العسراويين. الو، اهلين ماما. اجا عمي؟ اي يلا جايه جايه. اجا عمي من السفر، واول ما وصل سال عني. يا متر، الحساب اذا بتريد. تفضل. يوه، شو هاد؟ الحساب انسه. ايه بعرف الحساب، بس شو كاتب هون؟ 600 ليرة حق شاي وقاتو، و 5000 ليرة استعمال أدوات خاصة للعسراويين. شلون؟